والحكم الحلف بالله عز وجل في حال الصدق والكذب. أما في حال الصدق فينبغي أن يكون في الموارد التي يحتاج فيها إلى اليمين، وأن لا يسرف في ذلك لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. وأما الكذب فالكذب إذا حلف كاذبا فقد جمع سوأتين، الكذب الذي يهدي إلى الفجور، واليمين الغموس إذا كان على أمر ماض وهي من كبائر الذنوب، فيكون قد جمع سوأتين. والواجب على المؤمن أن يعظم الله تعالى وأن يكون قدر الله في قلبه أعظم من أن يذكره في موطن يكون فيه غير صادق. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم آمين.